السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم جيكم دي تي في لتعلم اللغات، اللغة الإنجليزية للأطفال من خلال حكايات جميلة من مغامرات بنجي. اخترت لكم هذه الحكايات لأنها سهلة جدا وسوف تتعلمون بسرعة اللغة الإنجليزية، التواصل باللغة الإنجليزية بسهولة تامة. إليكم الحلقة الأخيرة من My Body، هل سوف يتمكنون أصدقاء بنجي من رسم بشكل جميل؟ هذا ما سوف نراه في هذه الحلقة، تابعونا حتى الأخير. My body. استمعوا جيدا للنص. He's brown, says Benji, confused as he looks at his arms. Jenny paints her portrait brown and but does not a monster. Does her bear friend silly bear? He saw himself in a mirror and oh Benji, cries the little girl. He's brown, says Benji, confused as he looks at his arms. Jenny paints her portrait brown and but does not a monster. Does her bear friend silly bear? He saw himself in a mirror and oh Benji, cries the little girl. إذا يجب عليكم قراءة بشكل جيد هذا النص، وإذا صادفتم بعض الكلمات الصعبة يمكن اللجوء إلى المجد. Goodbye.